السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. إيرين ييغر. إذا خلونا نبدأ مع شخصية إيرين. إيرين ييغر هو بطل سلسلة هجوم العمالقة أو شينجيكن كيوجن. ينحدر إيرين من بلدة شيغانشيا، وهي بلدة قرب السور الأول المسمى بماريا. هو وصديقاه المقربان ميكاسا وأرمن انضموا إلى فيلق الاستكشاف بعد ان اجتاح العمالقة بلدتهم. لديه ثأر شخصي ضد العمالقة، وهدفه هو القضاء عليهم جميعا. هذا كان طبعا في بداية الموسم الأول، لكن بعدها في نهاية الموسم الثالث اختلف هدف إيرين ييغر. إيرين في السابق كان شخصا عنيد ومندفع، والآن تغير شخصية إيرين كليا 180 درجة. وقد أخذ إيرين رغبة في القضاء على الجنس العمالقة عندما شاهد كيف ماتت والدته، وإنه يهتم كثيرا لأصدقائه ويضع حياته على المحك باستمرار في سبيل حمايتهم. وعندما كان إيرين صغيرا أظهر إيرين سلوكا عنيفا لمحاولته لإنقاذ ميكاسا، وتحول ذلك العنف والغضب نحو العمالقة الآن في ذاك الوقت. إذن خلونا نتكلم أيضا عن ماضي إيرين مرة أخرى. دائما ما كان إيرين يحلم أن يخرج خارج الأسوار، وكان يخطط للدخول للفيلق الاستطلاع، ويناقش أمه أيضا دائما حيال هذا الشيء، ويكون جوابها برفض الفكرة خوفا عليه. ولكن بعد تهديم السور والتهام أمه أمام الميدان الأخضر وبشرته غامقة نوعا ما عن باقي الشخصيات، شعره طويل، وأيضا شفناه في الموسم الجديد أن شعره أطول من ذلك وما يصل حتى مؤخرة عنقه، وينزل من جهتين على جبهته، وعيناه كبيرتان ومعبرتان جدا. وعندما يتحول إيرين إلى عملاق يتغير طوله وجسمه وشعره، يبرز أنفه وأذنه، وتصبح أسنانه أكثر عددا وحدة، وتتغير لون عينيه عن الأصلي، مما يؤدي إلى تلونها بالأزرق المائل للرمادي نوعا ما. إذن خلونا ننتقل مباشرة إلى المستقبل وإلى الموسم الرابع حاليا. ها هو إيرين يحاكم راينر في جلسة محاكمة. هل يا ترى يستطيع الانتقام من راينر وهو يتحول إلى عملاق الآن؟ وهل سوف يأكل ويلي تايبر؟ وهل ويلي تايبر هو العملاق المطرقة؟ هذا سوف نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. وأيضا يا جمهورنا العزيز، أعطونا رأيكم عن حلقة الأسبوع الماضي، ما هو رأيكم فيه؟ اكتبوا لنا في التعليقات. إذن خلونا الآن نتحدث عن بعض الحقائق لاسم إيرين، أو بعض الحقائق عن إيرين. أيضا اسم إيرين له خلفية تركية الأصل. معنى هذا الاسم بالتحديد هو الشخص الذي يتقدم نحو النضج والحكمة المقدسة، أو الذي يمكن القول إنه القديس. كذلك اسم إيرين قد يكون مستوحى من الألمانية من الكلمة إيري وجمعها إيرين، والتي تعني الشرف. ووفقا لفرقة أرمن ألريت، فإن الفرقة 104 تلقب إيرين بالوغد الانتحاري، والتي تعني الوغد الذي يرود الموتى سريعا. يعتقد أيضا أن اسم إيرين مستوحى من اسم رفيق أبيه إيرين كروغر. لقد استخدم هذا الاسم كروغر أيضا عندما تظاهر بأنه جندي مصاب خلال التسلل إلى مارلي. وصرح المؤلف إسياما، فإنه إذا كانت هناك منافسة مصارعة أذرع بين الفرقة 104، فإن إيرين سوف يتعادل تماما مع جان كريستيان. وأيضا في إحدى المقابلات كشف